الكريم رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند الصفات التي ذكرها الله تعالى في سورة قاف، وهي صفات أهل الجنة التي ذكرت في هذه السورة، وهناك صفات أخرى ذكرت في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهي أربع صفات: أن يكون العبد أوابا، ومعنى أواب أي راجع إلى الله سبحانه وتعالى، مجتهد في طاعته، وأن يكون حفيظا أي يحفظ جوارحه من معصية الله سبحانه وتعالى، ويحفظ أمانات الله سبحانه وتعالى أو أمانة الله، وهي أمانة التكليف: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إلى آخره. ويحفظ أمانات الخلق، والصفة الثالثة أن يكون خائفا من الله تعالى، بل يكون خاشيا له، والخشية الفرق بينها وبين الخوف أن الخشية تكون على علم، الخشية تكون على علم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والصفة الرابعة التي وقفنا عندها الإنابة، أن يكون العبد منيبا، منيبا. قال ابن عباس: راجع عن معاصي الله مقبل على طاعة الله. الحمد لله. وجاء بقلب منيب. قال عن المنيب: راجع عن معاصي الله مقبل على طاعة الله، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن القيم: وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. وقفنا عند هذا الحد: عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. ومعنى العكوف ملازمة الشيء، وأنتم عاكفون في المساجد أي ملازمون لهذه المساجد، تعبدون الله فيها. فعكوف قلب العبد على طاعة الله أي يلازم طاعة الله. ولا يفهم من هذا أن العبد المؤمن يكون معصوما، فالعصمة للأنبياء، ولكن يلازم طاعة الله، فإذا وقع في معصية سرعان ما يرجع ويتوب إلى الله، كما قال سبحانه في سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عكوف القلب على طاعة الله ومحبته أن تحب الله، والإقبال عليه. والعبد يحب الله إذا عرف صفات الله سبحانه وتعالى، وإذا نظر إلى نعم الله عليه وعلى غيره فإنه يحب الله. وقفنا عند هذا الحد. ثم قال المصنف رحمه الله وهو ابن القيم، قال: ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بعد ذكر صفات أهل التقوى وهم أهل الجنة، بعد ذاك وراك مصير شنو؟ قال: ادخلوها بسلام، أي ادخلوا الجنة بسلام، ذلك يوم الخلود،
لهم ما يشاءون فيها في الجنة ولدينا مزيد. شكلي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد، إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ناس الجنة بيبشرون بأربع بشارات: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، الجنة ما فيها مرض، والجنة من بداية لنهاية ما فيها مستشفى واحد ولا حقن ولا دريب ولا غيره، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، شباب بس، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، ما في موت، شكذا أي نعيم في الدنيا ناقص، أسي زول الدو 20 عمارة و30 عربية و4 نسوان وأحسن أكل وأحسن شراب وأعلى المناصب، قالوا أنت بقيت رئيس، في النهاية بموت، وبكون متكيف يضحك ويتونس، مجرد ما قالوا له الموت خلاص بيعكر عليه مزاجه. شكي عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: ما ذكر الموت في ساعة إلا ضيقها، وما ذكر في ضيق إلا وسعه. الزول المتنعم بالدنيا ومغشوش بها، مجرد ما يقول له الموت خلاص مزاجه بيتعكر، والزول في ضيق في ابتلاء الله داير بخير بيبتليه، بعدين هو في ضيق في ابتلاء، مجرد ما يذكروا له الموت بيقول طالما ذا الابتلاء في الدنيا معناه بعد الموت في راحة، بيرتاح طوال. ما ذكر الموت في سعة إلا ضيقها، وما ذكر في ضيق إلا وسعه. شكي هارون الرشيد رحمه الله تعالى بنى قصرا، قصر عظيم جدا في بغداد، ودي كانت العاصمة، وجمع الناس زين القصر وجعل له البهرج البهارج، ثم جمع الناس فأقبلوا ينظرون عليه وعلى ينظرون إليه وإلى قصره، وهو جالس على سرير، والشعراء يمدحونه ويمدحون قصره. الله يقول ليت هارون زول تمام، وفعلا زول تمام نحسبه، زول فيه خير، ويقول له القصر ده عجيب، والشعراء يقوموا يدوا في الأبيات تحت الشعر، ما في ناس بيشكروا ساي بعدين بيلاقوه قدام، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الزول مفروض يضبط ألفاظه. قالوا: وكان من بين الشعراء شاعر ساكت، ساكت بس يعاين ساي، فقال له، وهو أبو العتاهية المعروف، فقال له: يا أبا العتاهية، هل لا أسمعتنا شيئا من شعرك؟ ها شايف القصر ده كيف، وما تسمعنا برضو أبيات، أداه أبيات لما وقع من السرير، بك لما وقع من السرير. قال له: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور،
يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور، فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى حتى سقط من فراشي، رحمه الله تعالى. بعدين عدت أيام أو قبل القصر ذا، قال للحاجب بتاعه: خذنا إلى رجل يذكرنا بالآخرة، وهارون فيه خير، دار الآخرة نحسبه دار يذكروه. ساقوا لواحد بالليل، تخيل أمير المؤمنين، والزول إن شاف سحابة ماشية فوق يقول لا أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. شدة ما يعني شنو؟ بلده كبيرة جدا، الملك بتاعه في الدنيا. أمطري حيث شئت، يعني حيث ما أردت أن تمطري، وإن كان الذي يشاء والله سبحانه وتعالى. فقام يوم قال لرجل الحاجب بتاعه زي وزير، قال له: خذنا إلى رجل يذكرنا بالآخرة. ما شبهه بالليل، دق لي واحد من الوعاظ، دق لي الباب، قال له: من؟ قال: حاجب هارون الرشيد، ومعه هارون الرشيد أمير المؤمنين. ففتح الباب فرح، ده أمير المؤمنين. قال: عظنا. فوعظه ووعظه ووعظه. فقال: هل عليك دين؟ قال: نعم. قال: كم؟ قال: كذا وكذا. قال: تريد مالا؟ قال: نعم. قال: كم؟ قال: كذا وكذا. فأمر له بمال، ثم خرج مع حاجبه. قال: ما هذا الذي أريد؟ دم ياه البش في غليلي، ودينا لواحد تاني. قال: فذهب به إلى رجل آخر. قال: فطرقا الباب هو وحاجبه، فقال: من؟ قال: حاجب هارون الرشيد، ومعه أمير المؤمنين هارون. ففتح الباب فوعظه وأكثر، فقال: هل عليك دين؟ هل تريد مالا؟ قال: نعم. فأعطاه، ثم خرج. قال: ما هذا الذي أريد؟ قال: لم يبق إلا رجل واحد، وهو الفضيل ابن عياض، نذهب إليه. قال: نعم. قال: فذهبا حتى وصلا بيته، فطرقا الباب، فقال الفضيل: من؟ قال: حاجب هارون الرشيد، ومعه هارون الرشيد. فقال الفضيل: يقول الله تعالى: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. يعني الوقت ده، الليل ده، ده وقت عبادة، أنا ما فاضي لكم، وده أمير المؤمنين. قال: هو أمير المؤمنين وله عليك طاعة، يعني أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقال لزوجته: ادخل الحجرة. فدخلت الحجرة فأغلق السراج، ما خلاص حاجوب الأدلة بعد ما عنده طريقة، هو ما يريد يتكلم معهم، وأصله زول الآخرة ما بيجر ورا الحكام ورا أهل المال، ولو جو قربوا منه بينصحهم بيديهم الحق. بعدين طفى السراج وقال لزوجته: ادخلي الحجرة. فدخلت، بعدها بقى في محل كده زي صالة، ثم فتح الباب، ثم توارى على الجدار. فأخذ الحاجب وهارون يبحثان عنه، يفتشوا له، حتى وقعت يد هارون الرشيد على الفضيل، فأمسكها الفضيل وتلمسها وقال: ما ألينها من يد لو نجت من عذاب الله. فبكى هارون. ذلك بيعظوا في ساعة ما بيبكي، ده بس أول كلمة
قال لو ما ألينها من يد لو نجت من عذاب الله. فبكى قال عظنا فوعظه حتى أبكى حتى كاد يموت. فقال حاجبه كفى كفى. فقال له هارون بعد أن سكت قال هل تريد مالا؟ قال عجبا لك، أذكرك بالآخرة وتذكرني بالدنيا إن صرفا. أمشوا؟ قال لا أمشوا. قال فخرجا فأغلق الباب. فقال هارون لحاجبه هذا الذي أريد. ثاني كان قلت لك وديني لي زوري وعظني بس جيبني لي زيدا. فقال لك انت الجنة دي الله قال ادخلوها بسلام، وبعدين قال ذلك يوم الخلود، لذلك قال وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، ده يوم خلود. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، الجنة فيها نعيم وما فيها بؤس. أما الدنيا مرات فيها لذة ونعيم لكن بسيط، بؤسها أكثر من نعيمها، كما قال الإلبيري رحمه الله تعالى تسوءك حقبة وتسر وقتا. تسوءك حقبة، الحقبة بضع وثمانون سنة، يعني الدنيا دي تدعب فيها فترة طويلة وترتاح فترة بسيطة، تجوع 14 ساعة وتشبع في 5 دقائق، وتجوع تتمنى الأكل مجرد ما يجيبوه بس لقمات شبعت خلاص تاني تكره. وهكذا جميع اللذات فيها، لهم ما يشاءون فيها، ما يطلبون في الدنيا في الجنة، لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة ما يطلبون. لذلك جاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة، أقل زول في الجنة أن يقول له، أي الله تعالى، أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى، فيقول له أو فيقول هل تمنيت؟ فيقول نعم، فيقول ذلك لك ومثله معه. أي شيء دايره بس تقعد داير كذي طوالي الدوق. الله قال وإذا رأيت ثم رأيت، ثم يعني هناك، ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ده في الجنة. وفي صحيح مسلم أيضا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه ما أدنى أهل الجنة منزلا؟ قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، ده أقل زول في الجنة. هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقول له الله تعالى، فيقول له أدخل الجنة، فيدخلها فيخيل إليه أنها ملأى، تخيل إن الجنة دي اتملت، فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول له الله تعالى أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي. فيقول هذا لك ومثله 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 ومثله. فيقول في الخامسة رضيت ربي. فيقول هذا لك وعشرة أمثالي، الحديث ده صحيح في صحيح مسلم.
فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. انت عارف ما اشتهت نفسك ولذت عينك يعني شنو؟ يعني أي شيء انت بتتمناه والسفاقده في الدنيا تطلبه في الجنة بتلقاه. أي شيء، واحد تلقى فقير يجي ماشي في الشارع يلقى العمارات عين، لما نموت ما يشتري عمارة، هناك يتمنى بتلقاه ويلقى غيره وغير أشياء كثيرة جدا. قال موسى عليه السلام ربي فأعلاهم، يعني إذا كان ده أدنى واحد ودي منزلة أدنى أهل الجنة وليس فيهم دنيء، قال أولئك الذين أردت أعلاهم، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وقال ولدينا مزيد، بعد نعيم الجنة ولدينا مزيد. قيل المزيد رؤية الله سبحانه وتعالى، وده أعظم شيء، لأنه إذا كان نسوة رأينا يوسف عليه السلام وهو مخلوق من أنبياء الله الكرام، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. الله ما قال قطعنا، ما القطع ده خلاص قطع وانتهى، لكن قال قطعنا شغالات يقطعن. تخيل زول بيقطع في يده وما حاسي، ليه؟ لأنه شاف شي شنو قدامه، هذا الشيء هاله أمره. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، إلى آخر الآيات. وإذا كان يوسف عليه السلام بهذا الجمال فما بالك بجمال الله تعالى، إن الله جميل يحب الجمال. وده أعظم نعيم في الجنة، وإنت تعيش عشان دي، تعيش عشان تدخل الجنة وترى الله سبحانه وتعالى. والزول لو آمن بالأمر ده وكمل إيمانه لغض بصره من الحرام. ده لو قال له أجمل مرأة في الدنيا بيجاي ما بيمرق يشوفها، لو قال له هذه في الموقع الفلاني ما بخش له، لو قال له في الموبايل الفلاني ما بيفتح، لأنه يرجو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. شكي في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله تعالى. زول يعيش عشان دي. قال ابن القيم رحمه الله أعظم اللذات لذتان، لذة في الدنيا ولذة في الآخرة. أما لذة الدنيا فالشوق إلى لقاء الله، لو وصلت درجة بقيت تشتاق تلاقي الله انت خلاص وصلت نعيم من أعظم النعيم، وصلت إلى نعيم من أعظم النعيم. ولذة أخرى وهي في الآخرة، وهي لذة النظر إلى وجه الله تعالى. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
عشان كذا ابن القيم قال في إغاثة الأفان، قال: جمع الله لأهل النار بين عقوبتين، كما أنه جمع لأهل الجنة بين لذتين، وذلك كله في سورة واحدة وهي سورة المطففين. فقال عن أهل النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه عقوبة، أنهم لا يرون الله. ثم إنهم لصال الجحيم، وهذه عقوبة أخرى، دخول النار. وقال عن أهل الجنة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. قال: ينظرون إلى وجه الله تعالى. فدي أعظم لذة تعيش عشانها، دخول الجنة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يمن علينا بفضله. شكي الشافعي قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دليل على أن المؤمنين يرون الله، فإذا حجب الكفار فهذا دليل على أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم. وخلاص تكلم عن أهل الجنة. بعد ذاك رب العزة والجلال يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بآيات فيها تخويف للكفار بأنه أهلك من قبلهم، فهم أيضا مستحقون للهلاك إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم، وأنهم كانوا أشد منهم بطشا، ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم، ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم، أي لم يدفع شدة بطشهم عنهم الهلاك، وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد، هل يجدون محيصا ومنجأ أو منجا من عذاب الله؟ ما رب العزة والجلال قال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ديل دي صفات أهل الجنة انتهت، ودخول أهل الجنة الجنة، وما لهم من الجزاء والنعيم والفضل. ثم قال الله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم، في سورة قاف. الليلة بننتهي الفوائد في سورة قاف إن شاء الله، التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. ثم قال الله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، يعني الأهلكون ديل الأهلكوا رب العزة والجلال أشد بطشا من كفار قريش، فنقبوا في البلاد، طوفوا في البلاد، هل من محيص؟ فهؤلاء الأوائل طافوا فلم يجدوا محيصا مهربا من عذاب الله، وأنتم إذا نزل بكم العذاب لن تجدوا مهربا من عذاب الله. ما في شك يوم القيامة يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وقبلها قال: يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وهناك ولد نوح عليه السلام، ولده لما قال له نوح عليه السلام: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء،
قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فعذاب الله لما نجي تاني ما في مهرب، شكي إنسان يتوب إلى الله ويرجع إليه. قال: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا. حاص أعداء الله، يعني أنهم فتشوا عن محيص، ولكنهم وجدوا أمر الله لهم مدركا، مهما ذهبوا سيدركهم أمر الله، كما قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج شنو مشيدة. وقال الزجاج: طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت. قال ابن القيم: وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه. والموت ده هالزول بيعرفه لما يتوعك وعكة شديدة، فلما تمرض مرضى شديدة والرأس يصدع واليدين والرجلين والنفس يتضايق، وبعدها تبدأ تتخيل: سويت ذنوب زمان، عملت إلى آخره. بعدها يا دوب بتعرف الموضوع. زي ده لو والله قومك من المرض ده مفروض تمش عديل، لكن المشكلة تاني ابن آدم بيرجع وبينسى. بل رب العزة والجلال قال: لو ناس النار مش دخلوا جهنم، شافوها ودخلوها، لو مرقون تاني بيرجعوا يعصوا الله. الله قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. شكي الزول يستعد، الزول لما يستعد بيفرح، بعدين بيفرح الناس تلقاهم جنبه: فلان دار يموت وده يبكي وولده يجر وفرحان مرتاح جدا، لأنه القدام أخير له من الورا، لأنه قدام بنى واحد من السلف اسمه عبد الله، نسيت اسم أبيه، قال: يا ابن آدم لك داران. قال: أي زول عنده بيتين في الغالب، يعني البيت الثاني ده ما أصلا فيه. قال: يا ابن آدم لك داران، دار فوق الأرض ودار تحت الأرض. قال: ذهبت إلى التي فوق الأرض فعمرتها وجعلت لها الأبواب عن الجنوب والشمال، وجعلت فيها متاع الحر والبرد، ثم ذهبت إلى التي تحت الأرض فخربتها، فمر عليك مار. المار ده شاف دي وشاف دي وهو واعظ، فمر عليك مار فقال: يا ابن آدم كم تعيش في التي فوق الأرض؟ فقلت: قليل، ثم أنتقل منها إلى التي تحت الأرض. فقال: ما رأيت عاقلا يصنع كصنعتك. أنت بيت ملك وبيت إيجار، تشيل من الحيطة بتاعت الملك تبني في بيت الإيجار، دي بعمل عاقل؟ وتقلع الشباك من هنا تركبه هنا، وتشيل الباب من بيت الملك تخده فيه، وتقلع المراوح تخده، وبعد فترة يقول لك أمرك من بيت الإيجار، تجي تلقى بيتك لا مروحة لا شباك لا حيطة لا أي شيء. زول عارف عنده بيت تحت ده قاعد أصلا، وقاعد فوق الدنيا، فوق دي عمر تمام، والتحت
يرسل بدل يرسل الخير حسنات يرسل في الشر، بدل يرسل يقرأ قرآن ويسبح ويستغفر ويقوم يصلي بالليل ويعمل ويعمل. يا أخي جبريل عليه السلام نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث حسن الألباني رواه أبو داود الطيالسي، قال له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، واحبب من شئت أو ما شئت فإنك مفارقه. فأنت تجتهد بدل ترسل الحسنات يقوم يرسل السيئات، انت رسل الحسنات لقدام. طيب، ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء، تكذيبا لأعدائه اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم السابع. شوف النازل المجار ما كيف قالوا خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، بعدين قالوا يوم السبت استراح، عشان كذا نحن يومنا يوم السبت، وبينفق على الدنيا رب العزة والجلال ويحسن إلى الخلق ويمسك السماوات والأرض أن تزولا، منذ خلق آدم إلى يوم اليهود، بل إلى يوم الساعة، بل إلى ما شاء ربي. وبعد يسيئون الأدب مع الله سبحانه وتعالى، شكى رب العزة والجلال رد عليهم قال: ولقد، والواو للقسم واللام للتأكيد وقد للتحقيق، وده كلام موثق والصدق، كلام صدق قوي ولا يحتمل الكذب أو الشك. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، وبعدين ما قال ولقد خلقت، قال خلقنا، وده خطاب العظمة، والله اللي بيخلق براو، لكن قال خلقنا للعظمة، هنا قال وما مسنا للعظمة، وبدأ بالواو ولقد، واللام للتحقيق، واللام للتأكيد، وقد للتحقيق. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما في تعب ولا في لغوب. الله قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، دي كم سنة من خلق السماوات لأسي، لو في تعب ما كان التعب بيكون في دي كم سنة مما خلق السماوات والأرض لأسي، كم سنة خلي ستة أيام ويوصف بالتعب، وكم سنة ماسك السماوات والأرض. نازل قبيحين، زول يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، ده اليهود، وينفق على الخلق منذ أن خلقهم ينفق عليهم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. بعدين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ويسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. قالوا عزير ابن الله، ديل اليهود، ديل اليهود، في ناس من السودان دينا، واحد كان بيجيبوه في التلفزيون قال زول دين، قال
من السودان هنا مرق للبيت الأبيض. وبعدين قال قعدنا في الصف الأول والكونغرس ما بعرف في الصف الأول معانا وشنو في الصف الأول مصايب. وفرحان قال اليهود قالوا له إتوا طريقتكم ومبتدع طريقته منحرفة ومبتدع دي أقل أحواله وهو ما مبتدع هو أعلى من مبتدع درجته أقعب من مبتدع. المهم الزول قالوا له إتوا طريقتكم هي الطريقة الصح وهي اللي بترضي أهل الغرب ونحن كلنا دارين نتفق نحارب التطرف. التطرف ياتو يا ريت لو قاضين بالتطرف التكفيريين والدواعش والناس اللي بيفجروا المسلمين واللي بينشروا الرعب بين المسلمين يا ريت لو قاضين دين التطرف. الزول اللي بيقول الله واحد ده متطرف لانه ده فرق الناس وده ما بفرق الناس وده بفرق الناس. صاحب الحق والباطل لما يتلموا ده بفرقهم صح لأنه الله زمان قال الشغلة دي بتفرق لكن بتجمع أهل الحق. قال الله تعالى في سورة النمل ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. شوف قال الكلمة دي أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. كانوا ملمومين سوا مما قال لهم أن اعبدوا الله طوال الشكل. واحدين قالوا كلامه صح وآمنوا به واحدين قالوا لا 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 يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وبعدين شاكلوه وقالوا اطيرنا بك وبمن معك. ديك في سورة هود ودي في نفس السورة وهي سورة النمل. المهم اليهود ديل من أسوأ خلق الله سبحانه وتعالى. رب العزة والجلال قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. بعدين بينقضوا المواثيق قدر ما يعاهدوا عهد ينقضوا ويجون الأنبياء يكتلون. النبي يجي برسالة من الله أو بنبوته بنبوة من الله سبحانه وتعالى نباه عن طريق جبريل يقتلوه. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ناس بيكتلوا أنبياء ديل بيحترموا زول دين داعية ما بيحترموك. يو اليوم اللي احترموك معناه انت وافقتهم. المشاليون ده اليوم اللي احترموك معناه انت وافقتهم. ما الله قال كذي قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع شنو ملتهم. ماذا خبر من الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى إلى آخر الآية. طيب قال ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود إنه استراح ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه أي من الله سبحانه وتعالى. قد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أي أنهم يسيئون إلى الله تعالى ويؤذونه بالقول يؤذونه بالقول ولا يضر الله شيئا وكذلك يؤذون نبيه صلى الله عليه وسلم. فأمره بأن يتأسى وأن يصبر. فكما أنهم قالوا عن ربهم استراح وتعب
كذبا وظلما وبهتانا فسيقولون فيك يا محمد قولا عظيما وسيقول فيك غيرهم، فالواجب عليك أن تصبر وأن تتأسى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. عشان كده قال له ثم أمره بما يستعين به على الصبر. من المعينات على الصبر التسبيح. هسي زول بيسبح كثير لما تجي مصيبة بكون ثابت، لكن الغافل لما تجي مصيبة بيدعب، لأنه ده مطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن جنون القلوب. وداك قلبه خاوي تعبان زي البرميل الملان والبرميل الفاضي. الملان ده بكون ثابت، والفاضي ده أقل شيء بسوي صوت. ما عشان كذا المصائب من المعينات عليها وعلى الصبر تسبيح الله سبحانه وتعالى. ثم أمره بما يستعين به على الصبر وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود. وأدبار السجود فقيل هو الوتر، أدبار السجود قيل الوتر، الوتر. وقيل الركعتان بعد المغرب، والأول قول ابن عباس. ما هو أدبار الشيء يعني آخر الشيء؟ فأدبار السجود قيل الوتر، لأن الوتر بتختم به صلاة الليل، والمغرب بتختم بها صلاة شنو؟ النهار، لأن آخر صلاة في النهار العصر. والأول اللي هو الوتر، الزول اللي قال الوتر قول ابن عباس، والثاني قول عمر اللي هو المغرب، قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي وإحدى الروايتين عن ابن عباس. وعن ابن عباس رواية ثالثة أنه التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات. المهم أنه الإنسان يكثر من التسبيح ويحافظ على أذكار الصباح والمساء ويحافظ على ذكر الله بعد صلاة الفجر وبعد العصر، لأنه قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قبل طلوع الشمس صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح، وقبل الغروب بعد صلاة العصر. وده بعين على الصبر وبعين على الرضا، على يعني أن يصل العبد درجة يرضى. شكر رب العزة والجلال قال في سورة طه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لعلك ترضى، لو دار ترتاح بس سبح الله بعد الصبح بعد العصر، ودعا الله واعمل الطاعات واجتنب المعاصي. ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر، وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق أي بالبعث ولقاء الله. وقال يوم تشقق الأرض عنهم كما تشققوا عن النبات فيخرجون قال سراعا من غير مهلة ولا بطء ذلك حشر يسير عليه سبحانه. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا
ذلك حشر علينا يسير. ثم أخبر أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمسلط على الكفار، بمعنى أنه لا يستطيع قودهم إلى الهداية التوفيقية، وإنما يبين لهم الهداية، هداية الإرشاد والبيان. ثم أخبره أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار، ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه، وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده، فهو الذي ينتفع بالتذكير، وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير. شكذا قال: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الزول اللي بخاف وعيد الله سبحانه وتعالى هذا الذي ينتفع بالتذكير وينتفع بالقرآن وبما فيه من الوعد والوعيد. دي سورة قاف، ودي الفوائد الفية، انتهت. وإن كان فوائدها كثيرة لكن هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب. الأذان أذن. هذه بعض الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى من سورة قاف، وفيها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وفيها تحدي الله تعالى لهؤلاء الكفار قاف والقرآن المجيد، لأن ابن كثير رحمه الله قال: هذه الحروف التي في بداية السور، قال: الصحيح أننا لا نعلم معناها لكن نعلم الحكمة منها، وهي التحدي، أي أن الله تعالى كأنه يقول لهم: هذا القرآن من هذه الحروف، فأتوني بكلام مثل هذه الكلمات ومثل هذا الكلام. لذلك قال ابن كثير: لا تجد سورة في القرآن بدأت بالحروف إلا وفيها ذكر القرآن والانتصار له. قاف والقرآن المجيد، حاميم تنزيل الكتاب إلى آخره، ألف لام ميم ذلك الكتاب، وفيها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه ينزل المطر، وأنه يخرج من الأرض الزرع، وأنه قادر على إخراج الناس بعد الموت كما خلقهم أول مرة، وكما أنه يخرج الزرع من الأرض بعد أن وري البذر أو البذر، فكذلك يخرج الموتى. ومن فوائد هذه السورة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله تعالى مطلع على ما في نفوس العبد، على ما في نفوس العباد، وأنه سبحانه وتعالى سيميتهم، وأنه سيحاسبهم يوم القيامة، وأنهم يختصمون بين يديه، وأن فريقا منهم يدخلون النار، وذكر بعض صفاتهم، وأن فريقا منهم يدخلون الجنة وذكر بعض صفاتهم، وذكر أنه أهلك الأقوام السابقين، وأن في هذا عبرة لهؤلاء لو كانوا يعتبرون، وذكر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب، وذكر وذكر إلى آخره من الفوائد. قال ابن القيم رحمه الله فائدة بعد أن تكلم عن الفوائد من سورة قاف، انتقل إلى بعض الفوائد من بعض الأحاديث وبعض الآيات الأخرى. قال فائدة: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر
فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أخرجه البخاري ومسلم. وهذه في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، ولكنه أخطأ رضي الله عنه ورجع وتاب. كان له قرابة أو له أناس في المدينة، في مكة، في مكة، نعم جزاك الله خير، في مكة، في مكة، أنا لخبطت فيها. كان له أناس ولهم علاقة معه وهم في مكة وهو في المدينة، في المدينة نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى المدينة ومعه الصحابة. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فأرسل إليهم بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فتدارك الأمر بأن أرسل بعض الصحابة للرسول الذي أرسله حاطب، وهي امرأة، فتبعوا المرأة، وفيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأدركوا المرأة فأخذوا الرسالة، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا عن هذا الفعل، فأجابه بأن له علاقة مع هؤلاء، وأراد أن يحسن إليهم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم نهى عن مثل هذه الأفعال، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فتاب حاطب بن أبي بلتعة، وهو كان من خيار الصحابة، كان من أهل بدر، وأهل بدر لهم مكانة خاصة، فهم من أوائل الصحابة رضي الله عنهم، ولهم مواقف عظيمة. في بعض الناس بيحتج بالحديث ذا، تتكلم في زول، الزول يكون بدأ دعوته تمام، بعد فترة يلخبط، تقوم تتكلم فيه يقول لك لعل الله اطلع على أهل بدر، وديل أهل بدر، وديل أهل بدر. بعدين السؤال الثاني: الرجل الأخطأ صحابي الجليل رضي الله عنه، تاب ولا ما تاب؟ تاب. طيب ده تاب، وده بقول لك لعل الله اطلع على أهل بدر، وده ما تاب، مقيم على الخطأ. يعني لو تاب ذاته ما كان يتكلمنا فيه، بس أي زول يناقشه يقول له ده تاب، قال لك تاب، خلاص سكتنا ما تكلم، ما تاب. طيب حاطب ده تاب وندم وفعل الفعل وظن انه الموضوع ده شنو يسير، وبعدين ما قصده الخيانة، وقصده انه ينقذ ديلك، شايف نفسه انه كذب ينقذهم، ثم تداركته رحمة الله تعالى، فتاب الله عليه ورضي عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ديل عندهم مزية، في صحابة ذاته ما عندهم المزية دي، يعني ديل عندهم مزية أبو هريرة ما عنده، مش صحابي جليل، أي من أهل الجنة، أي تمام، لكن دي ما عنده، لأنه ما من أهل بدر رضي الله عنه، ما في أي كلام،
فإنت تقيس زول هنا بزول من الصحابة ومن أهل بدر وتاب، ده كلام ذاته غريب. أبو هريرة أسلم بعد الفتح، وبدر كانت في أوائل بعد الهجرة في السنة الثانية من الهجرة، يعني في صحابة أجلاء رضي الله عنهم، الحديث ده ما داخلين فيه، الله غفر لهم بيدخلوا الجنة، لكن ما داخلين في الحديث الفضل ده ما داخلين فيه، خالد وليد وابو هريرة وغيره صحابة. طيب، قال ابن القيم: أشكل على كثير من الناس معنى هذا الحديث، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخيرهم فيما شاءوا منها، وذلك ممتنع. الله ما أباح لهم الحرام لكن غفر لهم. فقال الطائفة منهم ابن الجوزي: ليس المراد من قوله اعملوا الاستقبال، وإنما هو للماضي. الكلام ده رد عليه ابن القيم رحمه الله، رد على ابن الجوزي. هذي ترد على زول هنا كوركو، وذاك برد على ابن الجوزي، قال الاستقبال ما هو، ابن الجوزي قال اعملوا الاستقبال، يعني ما المراد به وشنو؟ اعملوا في المستقبل. ليس المراد من قوله اعملوا الاستقبال، وإنما هو للماضي، وتقديره أي عمل كان لكم فقد غفرت. قال ده معناه كذا. قال: ويدل على ذلك شيئان، أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله سأغفر لكم، والثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك. قالوا: حقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم. ده كلام ابن الجوزي. قال ابن القيم: لكنه ضعيف من وجهين، أحدهما أن لفظ اعملوا يأباه، يأبى أن يكون للماضي، اعملوا مش عملتم، اعملوا يأباه، يأبى أن يكون للماضي، فإنه للاستقبال دون المضي، دون الماضي. وقوله قد غفرت لكم لا يوجب أن يكون اعملوا مثله، فإن قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل كقوله أتى أمر الله وجاء ربك ونظائره ونظائره. الثاني أن نفس الحديث يرده، فإن سببه قصة حاطب وجسه، جسه من التجسس يعني، وجسه على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها. لو استخدم لفظة غير هذه لكان أفضل، وجسه، نحن لا نقول بهذه اللفظة وإن قال بها ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن الذي يتجسس له علاقة بالعدو وينقل أخبار الصاحب ينقلها إلى العدو، وفي نقله لهذه الأخبار ضرب للصاحب، وهذا لم يفعله حاطب، وإنما أخبر بخبر، وهذا الخبر لم يقصد به ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها، وهو سبب الحديث، فهو مراد منه قطعا. يعني شنو؟ ما هو ابن الجوزي قال: وما يدريك أن الله طلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قال ده للماضي، يعني الذنوب اللي عملوها في الماضي،
ما داخل فيها الذنوب اللي بيعملوها في المستقبل. ابن الجوزي رد عليه من كم وجه، من ضمن انه الحديث ذا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا عن حاجة عمل حاطب بعد غزوة بدر، يعني عمل بعد غزوة بدر الخطأ اللي وقع فيه بعد غزوة بدر، وبعد ده قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم، ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة. وما خلوا الفرائض، قالوا كده غفروا لنا ما نصلي وما نعبد، لا هن عبدوا. فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة، يعني هم بيتوبوا وبيعملوا الحسنات الماحية ويجتهدون في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال ونظير هذا قوله في الحديث الآخر أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، مش فليعمل ما شاء إنه يعمل الذنوب، وإنما يتوب إلى الله إذا فعل الذنب، خرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. زمن تم دقيقة واحدة نتيم فيها الفائدة دي، أصلا ما فيها شيء كتب. فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب، يعني هذا العبد، واختصاص العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب وأنه كلما أذنب تاب، حكم يعم كل من كانت حاله حاله، لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر. الزول اللي بيعترف بتوب وما بصر فده شنو؟ يغفر له. وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات. الناس بشرون بالجنة ما معناه أنه يتركوا الطاعات ويقعوا في المعاصي، ولا فيهم كذب، بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها، بعد البشارة كمان ازدادوا خوف واجتهاد، خوفا واجتهادا، كالعشرة المشهود لهم بالجنة. وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة، وكذلك عمر، فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها، ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق والإذن فيما شاءوا من الأعمال، لم يفهم الإطلاق والإذن فيما شاءوا من الأعمال. فيعني باختصار
الصحابة ذاته قال لك البشرون بالجنة ما فيهم إنه شنو سقطت عنا من الأحكام، بل صاروا يجتهدون أكثر في العبادة ويخافون الله سبحانه وتعالى. فنكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.